السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا واحد مع واحد جوج من المنابر الإعلامية الجهوية هنا بمدينة أكادير، وربما عندها صيت كبير كذلك بالبلاد ديالنا المغرب، المملكة المغربية، أكادير تي في ودارنا ياك دارنا. تحية لهم، تحية لهم على التشجيع اللي شجعوني على المؤازرة، على كل ما هو جميل. بارك الله عليكم. يعني لولا المشروع غادي مزيان، غادي اللهم لك الحمد ولك الشكر، غادي مزيان تبارك الله. يعني بكم كون ماشي بكم انتم، يعني والصوره اللي تبارطاجات والتشجيع ديال سكان مدينه اكادير اللي ربما ولله الحمد كيعرفوا ابا عمران فركوس العسري الحسن. كون ماشي انتم، كون ماشي سكان مدينه اكادير والجمهور ديال حسنيه اكادير، ما غاديش يخرج فركوس للسوق ويدور في المقاهي والشوارع والازقه ويصور العشاء ديال وليداته. وكما قلت لاحد المنابر الاعلاميه، يمكسيميك شويه بشويه، دابا في الشارع، دابا في الازقه، دابا في المقاهي، اليوم في ملعب ادرار، وغدا الله اعلم في شي محل باذن الله عز وجل. وهذا ما كان يعني احيانا يعني كيتجلاو لك الحروف وكيخونوك الجمال. علاش؟ لان بالفرحه بالافتخار بكم وبالخوت جميعا. واش انت كتوقع هذا المساند والدعم هذا؟ ما كنتش كنتوقعوا، ولكن هذا ما كنتش كنتوقعوا بهذه الكيفيه الكبيره. انما الحب الاخوي الصادق من خودي جمهور حسنة اكادير، سكان مدينه اكادير، هو شيء ملموس ومحسوس كنشوفه بشكل يومي. ولكن باش يضمنوا معاك ويأزرك ويشجعوا كافه المنابر الصحفيه اولا، ثم الصفحات الكبرى باكادير، الصفحات الفيسبوكيه، ومن بعد تبارطاجا بالمغرب كامل، الشيء يثلج الصدر. يعني هذا كيزيدني ماشي دفعه قويه انما دفعات قويه نزيد للقدام. عوض نضرب كيلومتر نضرب 10، عوض نضرب 10 نضرب 100، وما تحسش بالعياء، ما تحسش بالعياء. هذا ما كان. بغينا واحد الرساله موجهه للجمهور حسنيه اكادير. رساله للجمهور ديال حسنيه اكادير، يعني كنشوف تبارك الله الفيراج عامر، والفيراج راه ديما عامر. يعني تحيه للجروب اللي كيسيبورتي حسنيه اكادير خارج ادرار وداخل ادرار، لكن شيئا ما كنشوف الوجهه الاخرى اللي من اللي خاويه، وكذلك هذا الاتجاه هذا من جهه المنصه والجوانب ديالها خاويه شي شويه. اذا الا بغينا فريق كبير خاصنا يكون جمهور كثير. ازرو الفريق ديالنا، اكيد جميع الفرق كتمر بمراحل الفراغ، والمرحله ديال الفراغ اللي مرها منها حسنة اكادير ربما نقطه النهايه ديالها الموسم القادم ان شاء الله غتكون استراتيجيه على ما سمعنا، استراتيجيه وخطه طريق قويه الفريق ديال حسنيه اكادير من كافه النواحي. اذا حتى حنا خصنا نديروا داك الشيء اللي علينا كجمهور حسنيه اكادير، نجيو لادرار وقت ما كان الماتش ونشجعوا الفريق ديالنا. يعني عمر التيران المعنويات ديال اللاعبين غادي تطلع. شكرا، الله يعطيكم الخير، شكرا لكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.